حقطع البطاطا الحلوة والبطاطا العادية مكعبات صغيرة عشان حنسلقها زي ما قلنا نص سلقة. قطعت البطاطا الحلوة والبطاطا العادية، دحين حأسلقها زي ما قلنا نص سلقة. نيكست البصلة، حسيت نص بصلة على الكمية اللي أنا بعملها ممتازة، ما حأعمل أكتر من كده يعني، خلاص كفاية النص. لو حتزيد الكمية تقدر تزيده. بعد ما سلقت البطاطس نص سلقة صفيتها من الموية وسبتها على جنب. دحين هنا بحمر البصل في الزيت، هحط شوية من خلطة البهارات اللي هي هذه خلطة البهارات الهندية. ليش صراحة اخترتها؟ لأنه فيها كل البهارات تقريبا اللي احتاجها، فيها كمون، هيل، كركم، كاري، فلفل أسود، يعني معظم الأشياء اللي أنا ححطها. فخلاص مرة واحدة ححط يعني مقدار ملعقة، ححط الخلطة هذه مع البصل. دائما في الأكل الهندي لما نيجي نعمله نحط البهارات مع البصل ونخليها تتسبك. يعني الأكل الهندي يمكن الأكل الوحيد اللي حقول لكم خلوا البصل يتحمر شوية عادي، مو بس يطرى. طبعا الريحة حقت الأكل الهندي مميزة جدا جدا جدا، وريحة صراحة حلوة مرة، أنا مرة أحبها. طيب خلاص كده البصل معايا أتحمر، هأحط عليه البطاطس اللي أنا سلقتها. هقلب شوية وبعدين هأهرس البطاطا اللي أنا سلقاها. لو حسيتوها نشفت ممكن تحطوا شوية موية. زيد كمان شوية من البهارات وحدوقها، حشوف ايش ناقصها اذا يحتاج اضيف شيء عليها. لان البطاطا الحلوة حلوة يعني obviously، فحسيت يبغى لها رشة ملح ورشة فلفل اسود. طبعا تقدر تضيفوا لها اللي تحبوه، كمون زيادة، بهارات زيادة، اللي انتو تحبوه. اخر شيء انا حسوي ان انا ححط البازاليا وحقلبها، بس ما ابغى البازاليا تتكسر، يعني احبها يفضل شكلها زي ما هي. وبس حقلبها شغلة دقيقة دقيقتين بس تستوي البازاليا. طبعا هي تعتبر مسلوقة البازاليا هذه اللي تجيكم مجمدة، فما يحتاج تطبخوها كتير. وخلاص كده صارت جاهزة هذه الحشوة حقت السمبوسة حقتي.